بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. أود أن أتحدث إليكم اليوم عن قصتي مع الشيخ عبد الحليم عبد الحميد المهاجر. استمعت إلى فيديو جديد ربما له، يتحدث عن التشكيك في عقائد أهل البيت، ويقول أن الحوزة تخرج جماعات كثيرة ضالين مضلين لأنهم يشككون، ويبدو أنه هو يعني يقصدني إلي أو يقصد بعض الأخوة اللي ينتقدون بعض الأفكار وبعض النظريات القديمة. خلينا نستمع إلى دقائق ثم أحدثكم عن قصتي من أول يوم تعرفت عليه وإلى سنوات أخرى بعد ذلك. احفظوا عقائدكم، نحن في زمن كنود أحبتي شديد. لاحظوا ماذا تصنع هذه الشبهات والتشكيكات والاستهزاءات والافتراء والاستهزاء والسخرية. لاحظوا، لا يخدعنكم متحدث يتكلم ظاهر نفسه أنه علامة الزمان يفهم كل شيء. لما تشوفه منحرف عن حديث الكساء وأهل البيت، أعلم أنه من أعدائهم وأنه من أجهل الناس وأضل الناس مباشرة. ما تغرك عمامة أو أي شيء، تفت تفت، لا تضيع عليك الأمور. لا يغرنك صاعد على المنبر ويتحدث ويظهر نفسه أنه عالم العلماء وخطيب الخطباء ويظهر لك الأمور هذه والتشكيكات يحكي فيها. هذا ما له علاقة لا بمنبر الحسين ولا بالعلم ولا بالمدرسة ولا بالمؤسسة العلمية ولا بالحوزة ولا بكل شيء. ومو شرط أنه هذا لأنه بالحوزة يعني راح يطلع مثل سلمان الفارسي. سبحان الله، هاي الحوزات تضخ منها الضالين المضلين في شرق الأرض وغربها. هذه ما يحتاج لها دليل. هؤلاء الذين يهاجمون أهل البيت وهم من هذا الباب ينتمون إلى أهل البيت، من هؤلاء يا حبيبي؟ من هؤلاء؟ هم يتخرجون من الحوزات ولكنهم لا يدركون شيئا. هاي كلمة المرجع مستحدثة، هاي صار لها أكثر من 50. طيب خلينا نشوف أنه الشيخ عبد الحميد المهاجر حفظه الله، اللي هو دائما يتحدث عن أحاديث يعني عجيبة غريبة، هل هو تخرج من الحوزة أساسا؟ هو طبعا معمم وخطيب مشهور. أنا أحدثكم عن معرفتي به. معرفتي به الحقيقة في أواسط الستينيات، أنا كنت طالب في مدرسة ابتدائية اسمها حفاظ القرآن الحكيم في كربلاء، وأساتذتنا كلهم معممين وشيوخ وهم شباب، يعني الشيخ حميد كان يكبرنا مثلا بكم سنة، 4-5 سنوات، وهو معمم حديثا وجاي يدرس قرآن ويدرس يعني دروس ابتدائية يعني. وأنا من سنة 14-15 بدأت أدخل حتى في الحوزة أدرس، وهو كان عنده غرفة في مدرسة ابن فهد الحلي في كربلاء، وأنا بدأت أدرس عنده الإجرومية بعد دراستي في الحوزة أو دراستي في المدرسة الابتدائية. بدأت أدرس الإجرومية ثم لغة عربية يعني نحو وصرف وكذا وقطر الندى في سنة 67. أتذكر في يوم أيام كنت ذاهب إلى الدرس صباحا في الساعة 7، وإذا أسمع بيان انقلاب 17 تموز في 68. ومن ذاك اليوم في الحقيقة من خلال أنا كنت قريب من عنده، ما شفت فد يوم ذهب إلى درس من الدروس اللي كانت موجودة بالحوزة، إنما هو كان يعتمد على الخطابة كخطيب، يقرأ كتب التاريخ، شرح نهج البلاغة، كتب التاريخ الأدب، ويكتب محاضراته يعد محاضرات لي شهر محرم وشهر صفر والمناسبات اللي يلقي فيها. وأيضا يعني
مضى على الحال يعني فترات طويلة، ثم اعتقل. هو اعتقل في سنة 72 مع مجموعة من تلامذة وأصدقاء السيد محمد الشيرازي في سجن الفضلية مع الشيخ عارف البصري، بعد ذلك اعتقل معهم وأفرج عنهم سنة 74 أو 75 ما أتذكر بالضبط. وعذب طبعا كثير، عذب كثير وكسر ظهره وتعرض لعمليات جراحية وعانى كثيرا حقيقة من الناحية. يشهد له تاريخ أنه كان معاني من ظلم صدام، ولكن هو يقرأ كثير بما يتعلق بالمنبر الحسيني في موضوع الفقه، في موضوع الأصول مثلا الرجال، ذا العلوم ما أعتقد دارسها، ما شفته في يوم درسها أو عرفت أنه درسها مثلا أو علمت، لأنه مهتم فيها كتب التاريخ والأدب والتفسير وهذه الكتب التقليدية اللي استقم منها مواضيع للمنبر. التاريخ الشيعي ما أعتقد أنه حقق به أو بحثه بصورة مفصلة. أنا كنت أجري بحث سنة 90 في موضوع الإمام المهدي وموضوع الإمامة. هو كان في الكويت لدى غزو صدام للكويت، كان في الكويت ساكن، ثم جاء وكان مطلوب في العراق يعني أيضا، ولكن باعتبار الكويتين النظام العراقي سمح لهم، صدام حسين سمح لهم بمغادرة من يريد مغادرة الكويت من الكويتيين إلى إيران، فسافروا كثير من الناس، ما أعرف يمكن 100,000 واحد بسياراتهم موكب طويل إلى إيران، وهو أيضا كان عند السيارة ركب سيارته وإجا إلى إيران في الوقت اللي أنا كنت باحث موضوع إمام مهدي باعتباره صديقي وباعتباره أستاذي أيضا في الأجرومية و قطر الندى. فذهبت إليه، ذهبت إليه وكنت أتحدث مع يعني ناس قلائل في موضوع البحث، كنت أجريت البحث في إيران ولكن لم أكن قد كتبته بعد. فذهبت إليه وحدثته عما اكتشفت من خلال الروايات والقصص عن موضوع الإمام المهدي أنه لم يولد، وهو استمع إليه، استمع يعني بلهفة وباهتمام كبير. حدثته بالتفصيل، فآخر شيء قال يعني كل الروايات وكل القصص اللي تجيبها أنت كلها معروفة وأنا قاريها وأعرفها زين، بس كيف استنتجت من عندها هاي النتيجة المضادة أنه هذا لا يعني لم يولد وهاي الروايات كلها مو صحيحة؟ قلت له طيب إن شاء الله أنا أكتب الكتاب وأجيب لك إياه. وسافرت بعد ذلك في بداية 91 إلى لندن وكتبت الكتاب المسودة الأولى سنة 92-93. هو أيضا جاء إلى لندن، فاتصلت به وقلت له أني أريد أشوفك وهذا الكتاب جاب لك إياه حتى تقرأه، حتى تطلع على الموضوع أنه هذا موضوع وجود الإمام المهدي موجود أو لا بصورة علمية بصورة مفصلة مكتوبة. فيعني رفض أن يعني أشوفه وأعطي الكتاب، وأنا ألحيت عليه أنه لازم تقرأ الكتاب هذا تشوف الموضوع شنو، وهو كان يرفض. بعدين سألني قال لي أنت يعني شنو وصلت لأي نتيجة؟ قلت له أنا وصلت لأن الإمام المهدي ما موجود، ونظرية الإمامة هذه مو نظرية أهل البيت، هاي نظرية المتكلمين وملصقة بأهل البيت. فقال لي أنت مجنون، يعني جوابه عن البحث العلمي أو كذا، قال لي أنت مجنون، مجنون لأنه أخالف المجتمع، مجنون لأني كذا، لأنه لا يستطيع أن يطرح هذا الموضوع وإلا لا أحد بعد يجيبه يقرأ منبر ولا يدعوه ولا شيء وينتي عمله يعني في المجتمع. ومنذ ذلك الحين أنا لم أره بعد في الحقيقة، صار 25 سنة يمكن أو أكثر لم أره، ولكن هو عنده أفكار ونظريات موروثة. حديث الكساء مثلا عنده هذا حديث 100% صحيح، بينما صاحب
مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي يشكك بهذا الحديث. وعلماء كثيرون إذا ما يدرس السند يدرس المضمون يقارنوه بكذا، فما عنده من الآليات أبدا، ما عنده من آليات التحقق والتدقيق في الأحاديث والروايات والأدعية، أن هذه من أين جاءت، من ألفها، متى ألفت، ماذا تتضمن. فهو يقرأ كما موجود في التراث هذا في كتب الأدعية والزيارات وكذا، ويعتبر هذا يعني وحي منزل. هنا المشكلة، هو يقول أنه الحوزة تضخ ضالين مضلين. طيب أنت كيف تعرف الضالين من المضلين؟ غير أول مرة تستمع لهم، تشوف آرائهم، تقرأ أدلتهم، تناقشهم، تباحثهم، ويرفض النقاش والحوار أساسا، يرفض النقاش والحوار مع أي أحد، ثم يهاجم الناس. أي واحد يشكك في صحيح في حديث الكساء أو في ما أدري شنو، هذا أصبح ضال مضل. يعني طبعا هو يمكن تعرفون كثير من القصص اللي يجيبها والأشياء الغيبية والمنامات والكذا، اللي يتخلي الناس يعني ما ينظروا إلى تلك النظرة، لا ينظروا إلى كفقيه أو كمثلا عالم كبير أو كمرجع أو كذا، ولكن عند شهرة كخطيب وكثير من الناس يسمعوا له، وهو يتحدث متحدث جيد جدا، ولكن بالنسبة للعلم للموضوع في مشكلة عنده، أنه ما باحث ولا محقق ولا مدقق في الأمور، ويعتبرها أشياء مسلمات، وأي واحد يناقش فيها أو يشكك فيها أو يستهزئ فيها أو مثلا ينكرها، هذا كأنه أصبح ضال المضل. ما يجوز طبعا بهذه الصورة هذه. طبعا هو كما تعرفون ينتمي إلى مدرسة السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، والسيد محمد الشيرازي نفسه وتلامذته وجماعتك معظمهم يعني الخط هذا كله، سواء السيد صادق أو السيد محمد تقي أو السيد هادي أو الجماعة اللي كانوا مستمرين في هذا الخط، هم خط أخباري أساسا، هم خط أخباري يؤمنون ويقولون إحنا أصوليون، ولكن في الحقيقة هم أخباريون. لماذا؟ لأنهم لا يدققون في علم الرجال، هذا علم الرجال حطي على صفحة. في بحث الأصول أيضا يقلدون في الأصول، يعني السيد محمد اللي يعتبر نفسه مرجع الأعلى ومرجع كبير يعني، كان هو أساسا كان يقول يعني ما يمكن إحنا نجتهد في كل المسائل الأصولية والرجالية والكذا والتاريخية والعقدية بعد، هذه مفروغة منها، ما يبحثون فيها نهائيا. فلذلك يشوفون يروحون على القشور، يروحون على الخرافات، على الأساطير، على كذا، ويعني يعيشون على هذه ويمتلئون منها، لأنه ما في منهج تحقيق، ما في منهج اجتهاد دقيق بكل شيء، بالروايات، بالعقيدة، بالتاريخ، بالإمامة. وطبعا هذه المشكلة، مشكلة الأخباريين ما تخص الخط الشيرازي فقط، هي مشكلة عامة حقيقة، مشكلة عامة في كل الحوزات، معظمها 99% من عندها إذا مو أكثر، أنه بحث العقيدة، بحث الإمامة، ما حد يبحث بموضوع موضوع وجود الإمام المهدي، ما حد ما يبحث في هذا، ممنوع تقترب من عنده. ثم تجون إلى الرجال أو إلى الأصول أيضا، من اشتهر من العلماء بالتحقيق مثل السيد الخوئي مثلا رحمة الله عليه، اجتهد لأنه في علم الرجال شوية محقق، شوية مات مو هواي بحقيقة، لأن في كثير المسائل ما محقق فيها، ما يتمكن حقق بكل الرجال ولا في الأصول، ولكنه كان عندما يبحث حديث معين على الأقل يروح لعلماء الرجال السابقين ويسألهم ويشوف هذول شنو مثل رأيهم بهالراوي وذاك الراوي. وأقول السيد الخوئي مثلا المفضل بن عمر يزكيه ويوثقه، بينما هذا كان من أكبر الضالين المضلين. المفضل بن عمر كان زعيم الفرقة، فرقة المفوضة المغالية، اللي ألف أحاديث عن الإمام الصادق كثيرا. فكيف ببقية العلماء؟ كيف ببقية الناس اللي أصلا ما يبحث بموضوع الروايات، ما يبحث موضوع السند، أي رواية يشوفها بحال الأنوار يأخذها، كما حال الشيخ حميد المهاجر اللي هو أساسا لم يدرس هذه الأمور، لا الفقه ولا
الأصول ولا الرجال ولا كذا، اعتمد على بناء نفسي ثقافيا على القراءة والمطالعة وعدم التحقيق في الأشياء. يعني يأخذ قصص، يأخذ آيات وأحاديث وكذا ويألف مجالس، ولكن هذا يختلف عن التحقيق. مثل واحد يقرأ بحث تاريخي موضوع معين ويروح يبحث فيه إلى أن يطلع حقائق التاريخ، هذا ما موجود عندنا، ما موجود عند الخطباء عادة. خطباء هم مرتبة أدنى من العلماء اللي يسموهم علماء. يعني إذا العلماء هم أخباريين وما يحققون، فشلون إحنا نتوقع من الخطباء أن يحققون ويدققون وكذا؟ يقول لك أنا خطيب أقرأ شنو ألقى قدامي أجي أقرأ، أنا مو شغلتي راح أحقق وأدقق. طيب أنت إذا كنت هكذا، شلون تجي تحكم على الناس هذا ضال وهذا مضل وهذا مثلا الحق وهذا كذا؟ ما هي أفكار أنت ورثتها، المجتمع كله ورثها عن الأجيال السابقين والعلماء السابقين، فليش إحنا منحقق وندقق قبل ما نطلق الأحكام على هذا وذاك، وقبل أن يعني نعرف يعني مسيرتنا ونعرف خطنا ونعرف وجودنا ونعرف فكرنا السياسي؟ هذه الأمور كلها مختلطة عند، مع الأسف الشديد، عند كثير من تخرج من الحوزة وهو لم يحصل على رتبة اجتهاد أو لم يمارس هذا العمل المهم، التحقيق والتدقيق والاجتهاد في الروايات. وأنا أشكره لأنه هو درسني الأجرمية وقطر الندى، ولكني أدعوه في الحقيقة إذا كان عنده وقت، وهو ما أدري وين الآن في أي عالم، إلى مراجعة هذه الأمور وقراءة الكتب المخالفة. إذا أنت تؤمن بشيء وواثق من نفسك، فما يمنعك أن تقرأ الكتب الأخرى اللي تنقض هذا الشيء. لا تخاف. ليش تخاف يعني؟ شوف، إذا أنت واثق من فكرك وأنت باحث عن الحق، هدفك الحق والبحث عن الحق، وين ما تجي تتاخذه حتى لو كان يخالف كل مسلماتك وكل موروثاتك وكل أفكارك، ما تخاف. أنت تبحث عن الحق قد تكون أنت على ضلال، فتقرأ الآراء المضادة وتفكر فيها وتتأمل، مو تهرب من أدها. مو واحد يجيب لك كتاب بس وده يقول لك تعال اقرأه وشوف شنو بيه وناقشه، تقول له أنت مجنون، أنت مخبر. هذا مو منطق علمي، مو منطق العلماء. مع الأسف الشديد هذا منطق كثير، مو بس شيخ حميد مهاجر حفظه الله وأطال في عمره، ولكن هذا يعني منهج كثير من المعممين في الحوزة، ولا أقول العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.